معنا الناشط أبو معاذ ببرنامجكم المفضل صباح الخير يا عرب. 18/2/2012 أخي أبو خالد، نحن حابين نغيروا لأسم البرنامج ونسميه تصبحوا على خير يا عرب. يعني نحن هلأ ما بدنا نسمي المنطقة اللي نحن فيها، لأنه الحال كله من بعضه. بدك تيجي على كرم الزيتون، على باب السباع، على باب الدريم، على جب الجندلي، كل الحال من بعضه الحمد لله رب العالمين، وعايشين بفضل الله. يعني بفضل الله نحن الحمد لله رب العالمين لحد هاي اللحظة عايشين. يعني هلا انا بدي اتساءل بس، هالعالم هاي تحت هاي الهطول الامطار هلا وهاي الحال تبعيتنا يا عرب شلون عايشين؟ بس حطوها ببالكم شلون عايشين. يعني لا مضغوط عايشين، لا دفايات، لا كهرباء، والله العالم عمال تموت من البرد، وربنا سبحانه وتعالى يتلطف بس بالعالم منا. اللي ما بده يموت برصاص اكيد بده يموت من البرد، سبحان الله. هاي حالتنا، يعني هذا هاي القمامه تبعيتنا اللي ما طلعت ريحتها، ربنا سبحانه وتعالى من كرمه بعد الثلج مشان يخمد ريحتها، لانه هاي لو ضال لجمعه ثاني اكبر وباء، اكبر وباء صار عنا بالبلد. ومثل ما قلت لك تصبحوا على خير يا عرب، وانتم من اهل الخير.